بيكسل، البيكسل ده اللي هو وحدة قياس في الجرافيك عموما، هي مربع عبارة عن مربع كده، اللي هو أول ما بقالوا يلا في جرافيك في حاجات زي كده في الشاشات كان بيكسل هو مربع الشاشات والحاجات دي، فهي رسم بمربعات صغيرة كده اللي هو تديني في الآخر كاركتر معين مميز مثلا بحاجات مميزة فيه أو حاجة زي كده. الموضوع جه معايا من سنتين 3 سنين تقريبا، كنت بقلب عادي على الفيسبوك وكده، لقيت نوع الفن دوت موجود بس كان ما كانش حد مصري، ما لقيتش حد مصري قبل كده بيعمله غير بعديها بقى لقيت. بس الاول كنت بدور وكده كنت بلاقي ناس مش مصريين بيعملوا حاجات بيكسل ارت بس مودرن بقى، يعني انا كان اخري كنت بشوف الالعاب اللي هي القديمه بتاعت البلاي ستيشن والحاجات ديت كده هو. بس اللي انا الاقي حد بيعمل نفس الستايل دوت بحاجه مودرن او بحاجه موجوده دلوقتي بالنسبه لي كان موضوع واو، يعني ازاي ممكن حد يعمل حاجه زي كده. السوشيال ميديا اللي انا الاول كان كنت بنزل حاجات على الفيسبوك عادي، بعد كده عملت اكونت على تويتر. هو تويتر عموما الحاجه بتجو فيرال اسرع من الفيسبوك وكده، فكنت بدات ارسم في الاول كان عادي مفيش حد مهتم، يعني تمام ما كانش في حد بياخد باله اصلا، الموضوع كان عادي، كان مثلا في 20 30 واحد بيشوفوا الحاجات والدنيا قشطه مفيش اي مشاكل. بعد كده الموضوع بدأ الناس تاخد بالها من الموضوع، بدأ الناس تشوف، بدأت الناس ريتويت، فالناس بتشوف اكتر فالعدد بيزيد. بدأت انا اتشجع، يعني لما الفيدباك بيبقى حلو، يعني اي ارتست او اي حد بيرسم عموما لما بيلاقي فيدباك حلو من الناس وحب الموضوع دوت بيكمل وبيطور من نفسه عشان يجيله فيدباك احسن من اللي جاله المره اللي فاتت. هو الاول الموضوع كان بياخد وقت طويل ولحد دلوقتي بردك، يعني ممكن رسومات تقف معايا شويه، اول ما ابتديت مثلا كان ممكن الرسمه تقعد ساعتين 3-4 عادي، ممكن تقعد يوم كامل اساسا على حسب ما انا هتخيل الموضوع ازاي. مثلا بتاعت فيلم الناظر ديت بالذات الرسومات دي اخدت مني نص ساعه ساعه الا ربع، فعلى حسب انا تخيلي للموضوع. ف مؤخرا مثلا الموضوع بالنسبه لي بقى سهل لان خلاص ايدي بدات تتعود على الموضوع وكده، فبقيت عارف انا يعني تخيلت الموضوع في دماغي كده او شكله هيبقى عامل ازاي، فابتدي ارسم بقى مع نفسي، ببتدي امشي في خيالي بالصوره اللي انا رسمتها في دماغي الموضوع النهائي هيبقى شكله عامل ازاي. بشغلي وكده انا بشتغل جرافيك ديزاينر بس مش هو ده، يعني ما برسمش في شغلانتي بالطريقه دي. الموضوع كان هوايه لحد ما في براند بتاع شرابات وكده، شرابات بيعملوا عليها رسومات وحاجات زي كده، كلموني والموضوع يعني كلموني اللي هما يخلوا الموضوع على شرابات وكده. الموضوع عجب الناس، الموضوع جديد، ف ومؤخرا يعني الموضوع الناس بتحب الشرابات اللي عليها رسومات او عليها حاجه زي كده، وبالذات لو عليها حاجات الناس كلها عارفاها زي مثلا افيهات افلام معينه، شخصيه من فيلم مشهور كده، هو ده اللي الناس كانت مستنياه. بس عملت ديل وكده رسومات معانا من فيلم الناظر اتعملت على شرابات، والموضوع بدا يبقى جد شويه، مش مجرد بس انا برسم هوايه وكده، لا الموضوع بدا ياخد منحنى اللي هو بقى بيزنس شويه اكتر من انه هوايه. ما اعرفش في ناس كتير بترسم نفس الستايل ده، بس الستايل ده بالذات في مصر قليل، فانا عايز افضل مميز فيه، عايز يعني الناس تشوف الستايل دوت وتقول مروان هو اللي عامله. بس عايزه في الاخر ان انا فعلا اخلي الحاجات ديت حقيقيه، يعني زي الالعاب الصغيره كده ابدا انا بقى اركز ان انا اطلع الحاجات ديت فعلا ملموسه كده.